ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. انا ياسمين معاكم النهارده هقول لكم على المفاجأة، الحاجة الرهيبة جدا جدا جدا. كريم اكرات. كريم اكرات ده ايه؟ هقول لكم تفاصيل عنه اكتر واكتر واكتر، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وكمان تعملوا لايك للفيديو عشان احكي لكم انا لقيت اختراع ايه. اول حاجه عايزه اقول عليها، انا اشتريت الكريم ده لاني بعاني زي كل البنات عن جلد البزه او جلد البطه او دلوقتي بيسموه جلد الدجاجه. يعني الشعر بيبقى تحت الجلد وعامل زي بوزه كده، شكلها سخيف قوي واكن في حبايه والشعر ما بيطلعش بره الجلد. فضايقت جدا وقعدت رحت للدكاتره قالوا لي استعملي كريمات ترطيب، استعملي كريمات ترطيب وبعد كده حطي على جسمك مش عارفه صنفره ايه، وبتعور وحاجه زفت وقرف. فبجد بجد حاجه مستفزه. فروحت للدكتور كده، دكتور طبعا غالي يعني علينا، وبعد كده راح وصف لي الكريم ده اسمه اكرات. هو الكريم ده مفيش منه ابدا، بجد حاجه فظيعه جدا جدا يا بنات. انا جربته يعني اشتري ال10 ما تشتريش ال30، هقول لكم ليه. كريم اكرات 10، هو ده ما اعرفش هو كده باين ولا ايه. اكرات احفظوا اسمه، فرنساوي اكرات. الناس بقى اللي بتعاني زي من جلد البطة او جلد الوزة ايا كان هو ايه، لان جسمه بيبقى ناشف او محتاج ترطيب او محتاج الحاجات دي كلها، ده بيكون من احماض الفواكه او كل الفواكه، فبيخلي ريحة جسمك حلوة. ثانيا ملمسه حلوة قوي، بيقعد جسمك مترطب كتير قوي 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 قوي، ما تحسيش ان انت حاطة كمية كريم فوق جسمك، بتبقى حاجة ناتشرال جدا ومش باين لها اي حاجة، وريحتها حلوة جدا جدا جدا. تعملي بقى ازاي؟ قبل ما تعملي بقى سويت او تعملي اللي انت عايزاه شمع سويت اللي يريحك، طبعا بتستعملي الكريم ده بالليل تحطيه على الحتة دي كلها، وبعد كده بتنامي زي الفل كده مفيش اي حاجة، بس تحطي طبقة حلوة. يعني تاني يوم انت تعملي بقى السويت او الشمع اللي انت عايزة تعمليه، بتبتدي تعملي براحتك، بتاخدي الشاور بتاعك السخن عادي جدا، هتلاقي بقى كمية كده جلد طلعت كده وكمية جلد ما طلعت والله، وانت يعني تاخدي شاور تاخدي شاور بتاعك عادي بالليفة بتاعتك، ما تحطيش بقى صنفرة ولا تروح حمام مغربي ولا الطين المغربي والحوارات دي كلها، لان انا ماليش خلق دلوقتي ومحدش ليه خلق كده. فدلوقتي هو الكريم ده اسمه البادي كريم للجسم. انا على فكره خلصته، ده خلصان مفيهوش كتير لاني بستعمله كتير قوي، وريحته حلوه على فكره. ممكن تستعمليه بعد كده في ايامك العاديه عادي، يعني بدل الكريم المرطب وريحته تجنن، يعني اكنك حاطه كميه فواكه على جسمك رهيبه يعني. فطبعا البنات بقى اللي زي حالاتي فيهم عندهم تحت البوط بقى زي جلد البطه كده، بتبقى بزبزه شكلها وحش قوي، بعد ما تعملي ازاله الشعر تحطيه تاني فتبقى الحاجه حلوه جدا. حسيتي ان جلدك ناشف ومحتاج حطي ايه المشكله؟ بس بجد بجد البنات اللي يعني اللي زي حالاتي كده، لا الموضوع ده هيفرق معاكوا كتير قوي 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 قوي، وهيريحكوا كتير قوي قوي قوي. وما تجيبيش ال30، تجيبي ال10. ال30 تقيل قوي وبجد بيعمل طبقه كده سخيف قوي منها، سبحان الله. هو نفس النوع ونفس الكريم ونفس مش عارفه ايه، بس البشره تانية للناس تانية. الناس اللي بشرتهم حساسه اللي زي حالاتي، بشرتهم حساسه وفيهم بوز البطه ده بيطلع لهم هنا وبيطلع لهم في اللي عند الركبه في رجليهم، والناس اللي في ناس بيطلع لهم تحت الباط، فالناس اللي بتعاني زي حالاتي كده بالظبط يستعملوا الكريم ده. الكريم ده حلو قوي، انا فضحت نفسي قدام الناس بنفسي، يلا اوري لله قدر. في بنات كتير بتشتري بفلوس قد كده وحرام بجد ومبالغ، وده على فكره سعره 180 جنيه يا بلاش، سعره 180 جنيه وقد كده، علبه كبيره جدا انا ما اعرفش كام ملي، مش مكتوب عليها، 200 ملي. بصوا قد ايه، كبيره كبيره قوي يعني، اهي كبيره قوي قد وشي اهي. فدي هتكفيك كتير قوي. انا بصراحه قاعده دلوقتي تاني شهر معايا، فلما بعد شهر بجرب الحاجه بقول مرتاحه جدا، والصيف داخل علينا وكلنا هنروح مصيف، فلازم تبقى حلوين مهندمين، حتى مش لازم مصيف ومش لازم الحاجات دي لنفسنا، احنا بنحب نقعد في البيت حلوين، مش عايزه اقعد في البيت مقفله ومخنوقه ومتضايقه، لا نقعد في البيت مبسوطين ومرتاحين كده جميعا يعني. فده احلى كريم تستعملوه بجد، وهم وهم وهم. متنسوش الاشتراك في القناة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصلكوا كل حاجة بجيبها جديدة او بجربها او بشتريها عشان تفيدكوا وتوفروا فلوسكوا. باي باي.